باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سفر الأمثال وفي الإصحاح 16 بعض آيات بيقول للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان، كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه والرب وازن الأرواح. إلقى على الرب أعمالك فتثبت أو فتثبت أفكارك. الرب صنع الكل لغرضه والشرير أيضا ليوم الشر. مكرهة الرب كل متشامخ القلب. وفي آية مهمة اللي انتوا بتتكلموا عنها النهاردة أو اللي ربنا بعتها لنا، قلب الإنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته. لكن الآية اللي هي موضوع التأمل، في مزيكا بتطلع عندكم على غفلة كده، دي بتطلع منين؟ من الجهاز؟ لا مش من هنا، ده اللي من اللي ماسك الجهاز بتقفله. فبيقول في الآية 25 من الإصحاح، توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة ولكن عاقبتها طرق الموت. ما هي هذه الطريق التي تبدو مستقيمة ونهايتها طرق الموت؟ وإيه خطورتها؟ ليه نتجنبها؟ وإزاي نخلص منها لو وقعنا فيها؟ مرة تاني نقول الآية وياريت تقولوها ورايا. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة. قولوها تاني. توجد وعاقبتها طرق الموت. وعاقبتها طرق الموت. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. مرة زمان قبل ما السكك كده بتاعت الأديرة تتوضب ويبقى في شوارع مرصوفة، كان في حاجة اسمها المدقات. مدق يعني سكة فيها شوية مثلا زلط ورمل وبتاع، بس تتعرف كده على الطريق وخلاص. وفي مدقات مش معمول فيها أي حاجة، فكنا مثلا نروح ننزل عند الهكرية وسط الوادي ونتمشى مسافة بتاعت مثلا 3 4 ساعات ولا حاجة علشان نوصل للدير، وممكن الحكاية تزيد لو ما كانش معانا فلوس نركب لحد الهكرية فيبقى المشي اكتر شوية. فاللي هو عنده خبرة مثلا بالمكان جه كذا مرة، فممكن يروح ايه بدل ما يمشي ال كده يروح قطع السكة من وسط الجبل كده. فبانت سكة قدامنا جميلة خالص نمشي فيها، وتقربنا من الدير بدل ما امشي المشوار الطويل دوت كده حوالين المزارع، وسكة طويلة جدا شكلها نظيف وجميل وفي وسط كده المزارع. وبعد ما مشينا مفيش 3 4 دقايق وكان واحد مننا بيصرخ وبيصوت. ايه اللي حصل؟ الارض اللي احنا ماشيين عليها دي طلعت انها ارض ملاحات، فتبان الارض انها مستقيمة جدا وناعمة وجميلة ونظيفة. وفعلا هي في بدايتها كأن الواحد ماشي على موكيت بالظبط كده،
او سجاد غالي كده، حاجه جميله تحت الرجلين ولينه غير الارض الصخريه والطوب وكده. لكن شويه بشويه الارض بتلين وتبقى عامله زي الطين الرخو جدا. فصاحبنا اللي هو مستعجل ومش عايز يعني متضايق مننا يعني، هو ايه عايز يوصل بسرعه، فهو مادد قدامنا شويه، نزلت رجله غاصت في الطين او اللي هو الطفله بتاعت الملح ديت او الارض بتاعت الملاحات، فعايز يطلعها فيدوس بالرجل التانيه تروح الرجل التانيه نازله، يطلع وهكذا مش عارف يخرج، واللي عايز فينا يخش يطلعه هيغرز معاه. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، مش ممكن مش ممكن حد يفكر فيها بالمرة انها غرز او انها ممكن اللي يخش جواها يموت، يغرق يغرق في طين مش في مية، في طين، وطين مملح وصعب جدا وريحته وحشة جدا. يعني التكة اللي تكها دي طلعت ريحة وتفاعلات كيماوية من البطن لحتة الطفلة دي وحشة جدا ريحتها. طبعا احنا كنا كشباب صغير يعني عمالين نضحك وفي نفس الوقت مش عارفين نعمل له حاجة، واللي فينا دخل اتجرى علشان يجيبه راح غارز، قعدنا نضحك على بعض وفي نفس الوقت في خوف ورعب لانه ممكن ما نعرفش نخرج او هو ما يعرفش يخرج ويجرى له حاجة، وفين على ما حد يسمعه في المناطق دي ما فيهاش سكن ولا ناس ولا حاجه في وقتها. وخرجنا بمعونه ربنا وبركه انبا بشوي، وقتها كنا رايحين انبا بشوي، وطلع بس طلع يعني حاله نفسيه بائسه جدا قبل ما خرجنا، واحنا كنا على بدايه القطعه ديت مش ما غوطناش، يعني لو كان الحكايه غوطت كانت الحكايه راحت خالص. ففي حياتنا في طرق او في طريق بتبدو للانسان مفيش احسن من كده، مفيش احلى من كده، مفيش اظبط من كده، مفيش اغنى من كده، مفيش اجمل من كده، ولكن مصيبتها تقيل اخرتها طرق الموت. ما هي الطريق التي تظهر مستقيمة ولكن عاقبتها طرق الموت؟ الا الطريق الخداعة التي تلبس ثياب الاستقامة والجمال وهي في داخلها مملوءة شر. في الغالب هي طريق ممكن تحصل في حاجات كتيرة في حياتنا، يعني مثلا عريس جاي لبنت من البنات، شياكة ايه وجمال ايه والعربية والشقة الملك والمركز والتجارة والبتاع وكده، والام تاكل نفسها علشان البت تاخد الواد، او العكس البت هتموت على الواد ده والام تقول لها لا، يعني عادة الاب اللي يقول لا، لكن الام اول ما تلاقي كده عربية وشياكة واد مسبسب وحليوة وبتاعه ومبرفن وكده، يا بت ده جميل قوي ده حلو قوي، والصعيد يقول له خد الحلوة واندريه حتى لو صرفت عليه واكلتيه، مش بتقوله كده يا صعيد؟ هيقعد جعان جنبك ويفلسك، بس ادام حليوه وامور كده يا سلام البصه فيه تساوي ما اعرفش ايه. حاجات تبدو مستقيمه ولكن عاقبتها طرق الموت. كان في ولد عندنا من المنطقه استاذ في اصطياد البنات من العائلات الكبيره، استاذ، وكان حرامي محترف محتال نصاب على مستوى، يلبس اغلى لبس في مصر المستورد، احدث موضات، احدث قصات الشعر، اغلى انواع البرفان، يجيب عربيات يأجرها لمدة يوم ويروح يزور العيلة ويطلع منهم في الاخر بمبلغ محترم ويسيب البيت ويمشي. ليه؟ لان هو اصلا مستني معرفش الشيك جاي له منين، ومستني معرفش مين جاي له، منظره مش ممكن. وبعدين بقى بعد شوية كده لقيت تليفونات بقت تيجي، هو لما يتزنب يبقى يجي محتاج 10-15 جنيه ولا 20 جنيه علشان يمشي بيها مشوار ولا يوم ولا مش عارف يجيب ايه للبيت. طب اللبس يا ابني اللي انت جايبه ده التيشيرت اللي انت لابسه ده ثمنه غالي جدا،
معلش استنى حبايبي واصحابي كتير وكده. لكن لما بدأت التليفونات تيجي عرفت ان هو بدأ يلعب لعبة النصب والاحتيال، وضحاياه الامهات الخايبين بتاعت خد الحلو واندري، ولا انظري، هما بس انا بقولها غلط، انظري يعني بص عليه كده اتمتعي بيه. وممكن يكون الكلام مش بس في موضوع الارتباط والجواز، ساعات في بعض الاختيارات. يعني مثلا واحد هيعمل مشروع، هيعمل تجارة، هيعمل حاجة، يبان قدامه الموضوع يكسبه جدا، وهو داخل مع شريك مجرم يضيعه، ويرسم له بقى وهنكسب بقى مش عارف ايه، زي شركات توظيف الاموال اللي كانت في مصر، المكسب 22% و23 و25% وساعات بتبقى في 100% وحاجات، وتلاقي بالطوابير والمسيحيين يروحوا يدفعوا لشركة الهدى وشركة مش عارف ايه لتوظيف الاموال، ويصرفوا الفلوس دهيت منها على البنات اللي بتتخطف، واللي يدفع لهم رأس مال مسيحي. كتير جدا من التجار، واكيد منكم حد طب في المواضيع دي اكيد، بيكسب ياخد 22% ولا 25%، البنك يديله 10% ولا البوسطة مش عارف ايه، لا دي حاجة جاهزة، ونلاقي الطوابير قافلة الشارع بتاع جسر السويس في كام نقطة كده. ايه الحكاية؟ طريق تبدو انها مستقيمة ولكن عاقبتها طرق الموت. زي ما اتخدع الشعب المصري في انتخاب الاخوان المسلمين، بيتكلموا عن الشرع وبيتكلموا عن الدين وعن الأمانة وحق القبطي وحق المش عارف ايه، واول ما ركب مفيش بقى حق، حتى المسلم ما بقاش عنده حق. وسمعنا حاجات غريبة وشفنا حاجات غريبة وسلوكيات غريبة. طب شعب ممكن يتعد يعني يتخدع؟ شعب بحاله شعب بحاله ممكن يتخدع، يتخدع في حاكم، يتخدع في نائب، يتخدع في حزب، في جماعة، في تعليم. التعليم كمان ممكن يكون من ضمن هذه الطرق. نلاقي بعض التعاليم الغريبة اللي تجذب الناس، يروحوا عاملين مؤتمر كبير وبقى وفي ايه شياكه والعاب واجانب ومش عارف ايه، وفي وسط المواضيع يدي تعاليم فيها ايه؟ انتوا بتمنعوا اولادنا عن الحاجات دي ليه؟ انتوا متعصبين ليه كده؟ انتوا ليه مقفلين كده؟ لا ما 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 كده ما تفكروا صح وتحسبوها صح، وكلام حلو كده يا عم. طب بص جوه التعليم بيقول ايه، وهو بيلعب بيدي فكر معين في اللعبة للولاد، حاجة تلغي منه الايمان بالاسرار المقدسة، حاجة تلغي منه القديسين واهميتهم وشفاعتهم وصدقتهم، حاجة تلغي وحاجة ورا حاجة، في وسط اللعبة الجميلة بيدي لك تعليم غريب. طريق تبدو مستقيمة او تظهر مستقيمة ولكن عاقبتها طرق الموت. ليه في الاخر انسان مش هيجاهد روحيا هيخش جهنم؟ لازم الجهاد. المسيح هو اللي قال كده، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. فهو لو عايز يوسعها ويبحبحها ونغرق كان قال كده. ده المسيح قال كلام في منتهى الخطورة في الموضوع ده، قال ما أوسع الباب المؤدي إلى الهلاك، سهل قوي، وما أضيق أو أقرب كاف الطريق المؤدي إلى الحياة. عايز تروح الحياة الأبدية، امشي في السكة اللي ربنا اختارها لك، حتى لو كانت تبدو أنها كربة وصعبة وضيقة، فيها توبة ودموع وصوم وصلاة واستشهاد زي اللي انتوا شايفين. مش دول بنات؟ بنات من اجمل البنات في العالم، دول كانوا حلوين جدا، الامر اتعرضوا عليهم وتمنوهم. لا، الام كانت صوفية بالحقيقة، وصوفية يعني حكمة او حكيمة، فحسبوها صح بس بالطريقة المقدسة.
انه الحياه اللي على الارض حياه وقتيه، وانا هتمتع بشويه سنين، لكن في حياه وثنيه بعيد عن حبيبي والهي وفديه. اروح للوثنيه علشان 30 40 سنه في الدنيا وبعدين اروح جهنم؟ لا 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 لا، مش عايز. حتى لو هيرفدوني، هياخدوا مني، هيؤذوني، هيضايقوني، ما يجراش حاجه، امشي شويه تعب عشان حياه ابديه طويله جميله. فممكن الطريق دي تبقى تعاليم، تعاليم مضله. بره في حاجات غريبه، يمكن هنا الحكايه قليله شويه، لكن بره في تعاليم منتشره. الشيطان بيلعب يعني هنا بالاضطهاد الديني والتمييز العنصري، لكن بره بيلعب في حريه، ومفيش تمييز، لكن بيلعب بقى الحريه دي تعاليم زي السم. تلاقوا مثلا الاثيست، الجماعه اللي هم لا دينيين، ما بيامنوش بوجود ربنا بالمره، مفيش ربنا. او تلاقوا كنائس غريبه، كنيسه اسمها مثلا ساينتفك تشيرش، كنيسه علميه، حتى الكتاب المقدس بالنسبه لهم ولا حاجه، كنيسه العلم، واسمها كنيسه وما تؤمنش بالمسيح. او تلاقوا طوائف بقى كتيره جدا زي شهود يهوه اللي بتنكر لاهوت المسيح وبتقول عليه الملاك، وسبتيه في اتجاهها يهودي والى اخره. وهتلاقوا مثلا المرمون اللي عندهم واحد جديد طلعوه كمان انه يعني الروح القدس حل عليه واداله انجيل جديد، وكتير جدا على فكره ليهم فروع في مصر هنا بس ضيقه، مش احنا هنا الشعب بتاعنا رغم انه يعني نسبه كبيره مش متعلمه، لكن متمسك وبيعرف يشم ريحتهم التعاليم الغريبه. يعني ممكن يخش عندي البيت اتنين وماسكين الكتاب المقدس وبيكلموني عن يسوع، لكن ممكن يسحبوني الى تعليم ضد الكنيسه. على اي الاحوال، ما هي الطريق التي تظهر للانسان مستقيمه ولكن عاقبتها او نهايتها طرق الموت؟ الا طريق ضد ربنا، ضد الله، وماشيه مع شهوه، طمع، جهل مننا، ممكن توصلنا لكده. طيب نيجي للسؤال الثاني والمهم، ايه اللي بيوقعنا في الطرق او الطريق اللي تظهر مستقيمه ولكن اخرتها طرق الموت؟ تعرفين كلمه طرق الموت؟ بس يعني لو عشان تبقوا فاهمينها، مش مقصود بيها الموت اللي هو يعني الواحد عيش شويه ورقد وخرجت روحه، لا، كلمه طرق الموت يعني معناها طرق تفصلك عن ربنا، تدمر حياتك في الارض وفي الابديه، ادي طرق الموت. ملهاش رجوع، مش هتنفع، ملهاش حل وملهاش حل. من خطايا الموت مثلا في العهد القديم، ربنا قال بعض الخطايا مثلا زي واحد جحد ربنا، سب ربنا، يعني زي بيقولوا جدف، خلاص ضد ربنا، فده كان عقوبته الموت. واحد وصلت معاه الشهوة انه يزني مع يعني المحارم بتاعته، مثلا مع الام والخالة والعمة وحاجات كده خطيرة، فدي خطايا موت او طريقة توصل للهلاك الابد. او الشهوة وصلت انه يزني مع الحيوانات، النزوة مع الحيوانات، فكان يعدم هو والحيوان او هي والحيوان الى اخره. في خطايا كده اسمها خطايا، اللي بيضرب ابوه وامه، واللي بتشتم امها وابوها، من الخطايا اللي قال عنها صاحبها يموت ويهلك. وكلمة يموت كانت ممكن تاخد حكم اعدام فعلا بالرجم، او معناها ان ربنا يقطعه منه، ملوهش نصيب في ربنا، فيبقى موت ابدي. فدي دي اسمها خطايا الموت او طرق الموت، يعني اللي يمشي فيها يبقى له الهلاك مضمون. ازاي نتجنبها؟ عايز اسالكم وتجاوبوني، ممكن تشاركوا لحسن بعضكم نعسان وحاجه كده، يعني انا نعسان، مش انتوا، انا اللي نعسان، صحصحوني. ها،
ازاي نخلص او ازاي نكشف الامور ده هي نعرفها وما نقعش فيها. يلا اللي يعرف يرفع صباعه كده بالمحبة. نعم. المعرفة والقراية وحضور القداسات. في واحدة تانية قالت الاعتراف، اروح اكشف فكري واسترشد واسأل. ايه تاني؟ الاتحاد بالرب، اتحاد بربنا. من الوسائط النعمة مع الاعتراف في تناول، فابقى ماسك في ربنا وخايف ربنا. نعم. الصلاة، الصلاة، احط الامر في ايد ربنا وافكر فيه. حد عنده حاجة تاني؟ نعم. القنوات الفضائية بتجيب كل شيء، حتى الشر، حتى الهلاك بتجيبه القنوات الفضائية. فازاي انا افرز وازاي بنعمة المسيح مش بقوتي انقي الطريق اللي ما يودنيش الهلاك؟ ما هو ممكن زي ما اتفقنا، ممكن تديني تعاليم غريبة، او ممكن تديني برامج تمشي على هوايا وشهواتي، او ممكن تديني حاجات تدوخني وتخوفني ويعني. فازاي يبقى عندي الارادة المقدسة اللي تختار الطريق الصح؟ حلو الكلام ده. البحث والتدقيق هناخده مع نقطة المعرفة او الحكمة الروحية. اولا ربنا قال ان الحكمة بتاعت الناس حكمة ارضية نفسانية شهوانية، لكن اللي عايز حكمة مقدسة وحلوة قل له يا رب اديني الحكمة، لان كل حكمة، كل عطية صالحة وكل حكمة روحية نازلة من فوق من عند أبي الأنوار الذي يعطي الجميع بسخاء، يعطي ولا يعير. عارفين لما قال كلمة يعطي بسخاء ويعطي ولا يعير، قالها على الحكمة مش على المم والهدوم والفلوس، قال على دي يدي حكمة بسخاء ولا يعير. ممكن تبقى واحدة بصمجية وما خدتش الابتدائية وما تعرفش تقرا وتكتب، تبقى حكيمة جدا. مرة قاعد في الكنيسة من ورا وجالي ولد مسجل خطر، كان طالع من قضية قتل وربنا عانه يعني وتاب وكويس، لكن قلب نكس يعني. فأنا قاعد مع ست غلبانة أرملة بس جميلة وقديسة، يعني هي بتعترف والحقيقة أنا اللي باخد منها مش هي اللي بتاخد منها. جمال الروحانية هي عند المسيح دلوقتي. وده راح داخل عليا بالمسدس ومرفعني في الكنيسة. مسيحي يعني هاخد اعتراف واحد مش مسيحي؟ ما بقول ان هو خرج من حكم بقتله كده وربنا عنه واعترف كده يعني وكده، ومفيش حتة اروح فيها ورايا الحيطة ومفيش. فانا ربنا بيدي معونة يعني، مش انا ولا حاجة. قلت له يا ده جري العب بعيد بالبتاع اللي بتلعب بيه ده، وانا من جوه طبعا بقول يا رب استر يعني. كنتش طالقة هنا ولا بتاع، هتيجي فيها حتة تبوظ الدنيا يعني. يمشي يا ده يلعب بعيد يلا. فلقيت الست ده هي قالت له حد برضه يجابي لابونا كده يا ولد، يا ولد انت عبيط. فلقيت اللي هو الجامد ده بقى اللي داخل قتال القتله ده راح معيط، والله اصل عمالين يقولوا لي مش عارف ايه وبتاع، وانت حته عيل ما تسواش وانت مش عارف ايه. فانا قلت بقى ايه يعني ابونا يدخل العيال بيضغط. فقالت له يا عبيط ده هم بيدوسوا عليك عشان يعرفوا عندك سلاح ولا لا، تعرفش تكتب ولا تقرا ولا حافظه ولا حاجه ولا بتاع، يعني هي ده عايشه كده على الكلمتين اللي بتسمعهم في الكنيسه. يا عبيد ده هم بيغزوك عشان يعرفوا عندك سلاح ولا لا، فيستفزوك ازاي؟ عيب يا ولدي لما تجابي لابونا كده. فقال لي خلاص خدوا مني، وراح مطلع رامي الطبنجة على الترابيزة
لقدامي ومطلع كيس محلاوي مليان طلقات جوه نشارة وحطها قدامي عشان اخد. فبرضه يعني بعجرفة كده وكده يعني. الست بقى جمدتني بقى وقوتني واديتني شجاعة. لقيت عندها حكمة انا مش عندي. فقلت له لم لعبك، لم بقية اللعب بتاعتك وروح ارميها في اي حتة، ولا ابعدها ما اشوفهاش هنا، اوعى تعتب بيها الكنيسة، الحاجة دي تحمي الجبان اللي زيك. وانا من جوه كنت بعمل كده شوية. فهو بالنسبة له انه يبقى ماشي بطبنجة وكمية طلقات في جيبه، هو كده الواد الجامد قوي. لكن اللي بيبقى معاه حاجة زي كده ومتكل عليها بيبقى غلبان غلب الدنيا، بيخاف من ورقة لو وقعت في قفاه. يعني لو جت ورقة في قفاه كده يروح ناطط ومطلع عشان هيضرب الورقة، عايش مرووش. لكن المتوكل على الرب مثل جبل صهيون. عشان كده قال لي ده انا فداك ابونا ورقبتك، ده انا امشي تحت رجليك اي حد. يا ابني روح العب بعيد، انت دي تحميك انت، لكن انا مش شغال عند وزير الداخلية ولا عند رئيس الدقة، ده انا شغال عند ربنا يحميني ياخدني. انت مالك؟ على اي الاحوال النقط الاساسية للتأكد من الطريق اللي قدامنا، هل من ربنا مستقيمة ولا لا، ناخد بالنا. نمرة واحد زي ما قالت الاخت، المعرفة، الحكمة الروحية. والحكمة الروحية ما تجيش لا بالفهلوة ولا بالفلسفة، بتيجي بالصلاة والركب اللي بتركع وتقول له يا رب اسندني. هذه الأرملة الجاهلة الأمية كانت مملوءة حكمة لكثرة صلواتها وقربها من ربنا. وأيضا يا أحبائي الحكمة تيجي من الكتاب المقدس. يعني موضوع مثلا حاصل اشوفه في نور الكتاب، في نور الوصية. مش بيقول داود النبي وهو الملك العظيم الخبرة المحارب المقاتل المنتصر النبي اللي بيحل عليه روح ربنا، يقول سراج لرجلي كلامك ونور لطريقي. كلمة سبيل يعني طريق. فعلشان اعرف الطريق اللي انا ماشي فيه ده بتاع ربنا ولا لا، مستقيمة بجد ولا اخرتها الموت، يبقى لازم ايه اوزنها في كلام ربنا. عشان كده لازم كل يوم نقرأ كلمة ربنا، كل يوم كل يوم، او نسمعها اذا كناش بنقرأ. نظرنا ضعف، ما بنعرفش نقرأ، رأيتنا ضعيفة، لازم يبقى في عندي سكة اسمع بيها الكتاب كل يوم، وتفسيره وعظة على الاقل في اليوم، وعظة لازم عشان تنور بصيرتك وتديك حكمة، خصوصا انك مسؤولة عن بيت وعن اسرة، ومسؤولة عن ولاد، مسؤولة عن زوج، مسؤولة عن قرايب، مسؤولة عن جيران. اوعي تقول ان انت لا مش مسؤولة، لا ده انت مسؤولة قوي. ولازم تكوني انت اكتر مخافة ربنا من اي حد، لان الام دي هي كل حاجة. يبقى اول حاجة قلنا الحكمة الروحية المخزونة في الكتاب المقدس، المخزونة في المعرفة، المخزونة في سير القديسين، لأنه بيقول كده إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء اخرجي على آثار الغنم. شوف غيرك مشي في الموضوع ده ازاي وخد خبرته. فبقراية سير القديسين بناخد معرفة وبناخد حكمة. دول اللي هم سبقونا للمجد، لكن اللي مش عارف يتصرف يروح لأب اعترافه. أب اعترافه عنده بنعمة ربنا خبرة أكتر شوي من ربنا ومعونته، من مسحة الكهنوت، من الصلاة والمذبح، من قرايته للكتاب وتفسيره للناس، من خبرته مع مشاكل الناس، في معونة من أجل التواضع ربنا هيديله علشانك. يعني حتى لو أبونا ما عندوش، افترضنا يعني الروح القدس عشان التواضع بتاعك هيدي لابونا ردود. ربما ابونا يقول يا ما كانش على بالي الفكره دي خالص، الروح القدس ادالك. فنمره واحد قلنا الحكمه الروحيه اللي موجوده في الكتاب
موجودة في سير القديسين، موجودة في مخدع الصلاة. نمرة اتنين، المشورة الروحية أو الإرشاد بتاع أب الاعتراف. وممكن أروح أسترشد بجارتي، شفتيش يا ست أم جرجس مش عارفة ده جاي الواد للبيت مش عارف، الواد حلو قوي أم جرجس ما تنفعش. ممكن أم جرجس تبقى حلوة، لكن أب الاعتراف ممسوك، روح ربنا ماسكه، معرفش يتصرف هنا ولا هنا. لكن أم جرجس هيبقى صاحبة هوا زيك بالظبط، زي الواد اللي بيغش من زميله الخايب اللي معاه في نفس السنة. ما هو خايب زيك، هتغش ايه؟ هيقول لك ايه؟ ولا يبقى داخل مدرس بتاع عربي وهيحل له مسألة رياضة، منين يا اخويا؟ اللي انت عارفه اعمله خلاص، لكن تاخد من بتاع العربي ولا المواد الاجتماعية تاخد مسألة رياضة ولا سؤال في الساينس ولا معادلة كيمياء، منين؟ فهنا دي مشورة بطلة. لكن المشورة الصالحة تتاخد من فم أب الاعتراف، لأنها مسؤولية أمام الله، والله بيبقى مسؤول عني وعنك. نمرة ثلاثة، لابد من الصلاة، والصلاة بإخلاص وبقلب طاهر وفعلا بتوسل لدى الله ولجاج. يا رب ينفع ده ولا ما ينفعش؟ يا رب نمشي في ده ولا ما ينفعش؟ يا رب ده يوافقك ولا تزعل؟ يا رب ارشد، يا رب نور، يا رب. بس الصلاة بتاعتنا دلوقتي بقت عاملة زي بالظبط الكمبيوتر، عايز ادوس تروح مطلع الرد، ما بقاش في عندنا صبر. كلمة صلاة يعني معناها بحط الموضوع في ايد ربنا واستنى، زي ما بيقول الكتاب انتظر الرب، تشدد وتقوى وانتظر الرب. يعني كرر الانتظار مرتين في مزمور الرب نوري وخلاصي. فأحبائي نصلي بنفسك، صلي من أجل الموضوع، ابنك أو بنتك أو اللي هو صاحب المشروع يصلي معاك، نتسند على بعض ونصلي من اجل الموضوع اتنين او ثلاثة، نتسند اكتر ونخلي الموضوع ويصلي معانا المذبح والكاهن. بخش الاقي كوم ورق قد كده على المذبح، واللي بيطلب من اجل قضية، واللي بيطلب من اجل الشفاء، واللي بيطلب من اجل المشورة في الموضوع الفلاني، وماله. والمذبح على فكرة مش حجر، حي، حي صحيح. وكمان نخلي السماء تخش معانا. يلا يا ماري جرجس اسندنا في الموضوع ده واتكلم، اطلب من ملك الملوك يقول لنا، يلا يا امنا يا عذراء، يلا يا قديس اليوم، يلا. يبقى عندنا زحمة على ربنا نتكاتر عليه، وربنا على فكرة بيتغلب. اوعى تفكروا ان عشان ربنا اله الكون وملك الملوك الجبار القادر على كل شيء بيتغلب. بس يتغلب بايه؟ يتغلب من القلب اللي بيحبه بإخلاص، يقول لها مش قادر أبص على دموعك في عرضك، اسكتي، حولي عني عيناك فإنهما قد إيه غلبتاني. يا خبر، يا رب أنت اللي ملك الملوك ورب القوات، اللي يعني ملاك من عندك يخلص كل حاجة. دموع المؤمنة ولا النفس ولا الكنيسة لما تبكي قدامك على موضوع من قلبها تقول انا اتغلبت مش مستحمل. ساعات الراجل يأس، الست تعيط وتعمل فيها وتبل المناديل وتبل الفوطة وتمسح وشها عشان يحس انها بتعيط، وتحمر في ودانها عشان يحق ما يتحتحش. اقول لها ست طب عياطي كده دمعتين، حتى خدي شم بصلة ولا حاجة وخش كده، مش لازم تبقى انت هو انتوا الاتنين بشنب. تقول لي يا ابونا لا ده مفيش، ده لو حتى عملت ايه اعيط وهري نفسي، مفيش فايدة فيه. لكن ربنا ما استحملش، ربنا ما استحملش دموع المؤمن، دموع المصلية الحلوة اللي تقول له يا رب دول ده ابنك يا رب، خلصه من الطريق ده.
كل واحد فينا يبص، لان احنا كلنا على فكرة تحت نور الآية دي كلنا بنقع كلنا. فأبو مقار القديسي العظيم جاله فكر انه يخش البرية الجوانية، يعني يتوحد او يمشي في السياح، وهو اب الرهبان كتير في المنطقة بتاعت برية شهيد اللي هي وادي النطرون. فبيقول الفكر جميل وعجبني، بس ما قامش ودخل. يقول قعد يصلي من اجله 3 سنين، يا رب الفكر ده منك ولا مش منك. وفي ناس قالت انه نفس الموضوع ده على نزوله للخدمة في اسكندرية في وقت صعب يعني، لكن انا فاكر القصة انها كانت على دخوله البرية الجوانية للسياحة. فصلى 3 سنين وهو ابو مقر الكبير القديس صديق الشاروبيم، ورغم هذا ما دخلش وما نفذش الفكر بتاعه. فكر يبدو انه حلو قوي لكن اخرته الهلاك. من القصص المخيفة جدا في الكتاب المقدس قصص اللي اختار طريق وداه لجهنم، زي قصة مثلا يهوذا. يهوذا قال قرشين ويعدوا، حاجة بسيطة، سكة بسيطة، هاخد منها قرشين، ما هو احنا عطلانين دلوقتي، ما فيش وعظ وما فيش معجزات بيعملها الرب يسوع، فايه الصندوق فاضي، صرفت اللي فيه، عايز حاجة فكة كده. فايه ما جراش حاجة، هو هيخلص نفسه ولا بتاع، لان هو مجرد لما شاف بدأت المعاملة للمسيح له المجد بدأ يندم ويرد المال، لكن راحت خلاص، ما جاش تاني، ما رجعش تاني. فهو شاف في الاول انها حاجة بالنسبة له بسيطة، هتجيب قرشين وبعدين انا ممكن يحصل اي حاجة ويخلص، ما كان بيخلص نفسه من ايديهم كذا مرة، من بين الجنود ومن بين اليهود واللي عايزين يرجموه، يا اما خلص يخلص نفسه، لكن كان اتريها معاد الصليب وهو ما، وفي الاخر شنق نفسه فمات هالك من كل ناحية. او في العهد القديم سكة امنون ابن داود اللي حب اخته مش شقيقته سمار، وخلاص تعب جدا، فجاله ابن عمه نداب ابن شمعي اخو داود، وقال له انت عيان ليه يا دي، انت كده مالك دبلان وعمال تخس ومتاكلش وتعب. قال له ابن عمي صدقني انا اصلي واقع في هوى وغرام سمار، للدرجة دي مش قادر تستغنى عنها، للدرجة دي يا اخي، ما بنات اسرائيل كلهم يتمنوا ضفر رجليه، لا لا هي دي طريق بنت لامنون ان مفيش غير هي دي حياتي. ورسم ايضا نداب طريق لامنون، قال له تقول داود ان انا تعبان وفلانة تريحني، هتهت اكل من ايدها عشان هي بتعمل اكل كويس، يمكن اكل كده من الست فتح، هي كويسة انا بحبها. وداود طيب بيضحك عليه، روح قول له بس. وكانت النتيجة السودة، خد بالمشورة، رغم ان بيقال عن الراجل ده انه كان حكيما جدا، بس للأسف حكمته حكمة شريرة مش روحية. فعلا عمل كده وقال لداود، فداود بعت سمار اعملي لي كعك، عملت له الكعك، طب خرجوا الناس، سقط معها، وبعدها جحدها جحود شديد، وخدوا دي رموها بره، وبقت تصرخ وتلطم، وخلعت الثياب بتاعت عزراويتها وشالت الطين على راسها، ودخل الموت في بيت داود بسبب هذا الطريق. قام أبشالوم على أمنون وقتلوا، وبعد كده هرب أبشالوم، والخراب دخل بسبب سكة شهوة، طريق عاطفي. خلوا بالكوا عشان احنا كمان ساعات بنقع في العاطفة الكاذبة،
وفي الافلام بقى والقنوات الفضائيه نلاقي في افلام يقول لك اصل المحبه دي من ربنا. لا، مش كل محبه من ربنا. اروح عند البقال ويقول لي يا جميله يا حلوه يا مسمسمه، وانا ما بسمعش الكلمه دي من بسلامته، خلاص بقيتي جميله ومسمسمه عند فلان البقال. خلاص بعد كده لو قال لي اعملي عجين الفلاح راح اعمل عجين الفلاح عشان بيقول لي كلام حلو، ولا الواد بتاع الانابيب ولا كشاف النور. في ناس بتقع وقعات سودة عشان كلمه حلوه، علشان عاطفه. لا لا لا، زميلي ده مخلص جدا اكتر من كل زمايلي مش عارف. يا ستي خلي بالك يا ستي، مش كل حاجه حلوه. اولا الشرير استاذ في الكلام، واستاذ في العواطف، واستاذ في الخداع، حيه شيطان جواه. ربنا يحمينا ويحفظنا من هذه الطريق التي تظهر مستقيمة للإنسان ولكن عقبتها طرق الموت. افتكروا خطوات بسيطة لكشف وتمييز هذا الطريق، زي ما قلنا الحكمة، والحكمة الروحية اللي من ربنا اللي مبنية على وصية ربنا والإنجيل، نمرة 2 مشورة أب الاعتراف، نمرة 3 الصلوات المستمرة، نمرة 4 ودي انا ما قلتهاش بس اقولها كده عنوان، ان الحاجة ما يصحش ان انا اي اسلة ودخلت فيها، لا، اذا رجلي انزلقت اخرج، النهاردة احسن من بكرة، ودلوقتي احسن من كمان شوية. الرجاء يعني لو بدأنا في سكة غلط ما تكسفش اقول ان انا غلطان، انا غلطت، خدوا بايدي اخرج ازاي، ونخرج وربنا يسندكم. لإلهنا كل مجد وكرامة.